متابعين معكم. ومن فلسطين انطلقت، ومن شعر سميح قاسم اختارت كلمات لأغنيتها. هي الفنانة الفلسطينية الأصل سيدر زيتون يلي أطلقت عمل جديد لها تحت عنوان أعيش اشتياقا، وكان توقيع الألبوم بأوتيل الموفنبيك، وكل التفاصيل بهالتقرير. صدفة، ومن خلال زيارة أجرتها بأحد الأيام إلى الشاعر الراحل الفلسطيني سميح القاسم للقب بشاعر العروبة والإنسانية، نشأت فكرة هالعمل اللي ولد جراء التقاء الفنانة سيدر زيتون بالشاعر سميح القاسم قبل رحيله، فقدم لها حقوق إنها تغني كل قصائده. ومن هون ابتدى المشوار اللي امتد خلال سنتين من الزمن، حيث اجتمعت سيدر مع باقة من الفنانين اللبنانيين مثل مروان خوري، معين الشيف، إحسان المنذر، ورامي زيتون لإطلاق ألبوم أعيش اشتياقا. وأنا من أنا؟ عربي بسيط أنا، وأحب جميع الأمم. قوي معنوية الشعب الفلسطيني بقدر معين في إنه يعطي إنه الناس كلنا مع بعض إيد واحدة من أجل حق الفلسطينيين، من أجل دعمهم، من أجل حريتهم، من أجل استقلالهم. سيدار زيتون هي مطربة من فلسطين عم تبحث عن أغاني تدوم مش أغاني تجارية، فلذلك أنا بحب لحن هالنوع من الأغاني. حسيت روحه عم تناديني وعم تقول غني لي وأحيي شعري يا معين شلاف. وسيدر من الفنانات النشيطين والناجحين، يعني اسمها مع التعاون بين فلسطين ولبنان، مع اسمها سيدر والزيتون، مشهورة فلسطين حبيبة بالزيتون، ونحن بلاد الأرز، يعني كله العمل متشابك ببعض. أعيش اشتياقا إلى شمس يوم جديد، وطوقا إلى بيت شعر جديد. أعيش أعيش. بأوتيل موفنبيك أطلقت سيدر زيتون ألبومها المهدي للشاعر سميح القاسم، فغنت أجمل كلماته اللي تراوحت ما بين الأغاني الوطنية، المقاومة والحب، فغنت للشعب الفلسطيني، للشعب اللبناني، ولكل الأمة العربية. لأنه سمعت طراطيش الكلام والأغاني، طبعاً شاعر سميح القاسم ما حدا بيختلف عليه، ألحان إحسان المنذر ما حدا بيختلف عليه، ومروان خوري اللي هني من أهم الملحنين اللبنانيين. رحت سيدر تغني لسميح القاسم هذا المناضل الشاعر الكبير الذي أطرى فلسطين وأطرى الوطن العربي وأطرى الأمة كلها. ويجب رعاية هذه الأحداث وهذه المسائل، لأنه كما مرة أخرى هذا الوقت الآن نحتاج إلى أن يتذكر الجميع القضية المركزية والمحورية للعالم العربي وقضية الشعب الفلسطيني. قالوا أحبك سر ذاك وانكشفا، قالوا أحبك سر ذاك وانكشفا، وصار تسلية للناس وأسفا. منتابع، وبالذكرى الخمسين لاغتيال الصحافي والمفكر كامل مروي، افتتحت مؤسسة كامل مروي معرض بسوق الذهب حمل عنوان في الذكرى الخمسين حياته في صور. تفاصيل أكثر عن المعرض يلي اختصر سيرة حياة رجل ترك بصمة بالسياسة والصحافة ودفع حياته ثمن للكلمة الحرة. ومع هالتقرير وقبل ما نتابعه منكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. نتمنى لكم نهار انتخابي موفق، مارسوا حقكم ديمقراطي بالانتخاب. بكرة نحن بنرجع بنشوفكم بحلقة جديدة على الساعة 7:30. باي. باي. مرحبا.
مرحلة البعض ما عاشها ولا بيعرف عنها، ولكن اللي بيعرفها بتحيي فيه ذكريات أيام الدولة والمؤسسات، وذكريات أنه الصحافة اللبنانية مع كامل مروي سجلت نجاحات وإنجازات كتيرة. أحيت بيروت خمسينية كامل مروي بمعرض بيسلط الضوء على قصة حياة وإنجازات هالمرجعية بالسياسة والصحافة. طبعا هي ذكرى الخمسين لاغتيال الوالد، ونحن حبينا بهالمعرض نحتفل بإنجازاته وبحياته مش بمماته. وهو يمثل رجل من كثير من الرجال في لبنان اللي أعطوا البلد وساهموا ببنائه، بل ركزوا دعائهم اللي نحن عايشين لليوم عليه. نستوحي كثير شغلات منه، نستوحي هالمسيرة الطويلة اللي كان عنده برغم قصر العمر، بس مالله مسيرة كانت طويلة وناجحة، ومنستوحي كثير شغلات من البطولة، من الفروسية، من الكتابة، الشجاعة. عنده جرأة كثير كبيرة، وجرأة مع الأسف دفع حاله، بس ترك إرث كثير منيح، ومن وراها من ورا هالإرث هيدا الصحافة اللبنانية بعدها واقفة على إجريها. نحن يمكن بأمس الحاجة للعودة لهذه الذاكرة المهنية أولا والوطنية ثانيا، حتى ليكون الجيل الجديد أيضا مطلعا على تلك المراحل وصعوباتها، والتي كانت أكبر بكثير من صعوبات المرحلة الحالية. أمس انتهينا فلا كنا ولا كنا، يا صاحب الوعد خلي الوعد نسيانا. النعاس على ماضيك وارتحلت حدائق العمر بكيا فهدأ الآن. مراحل أساسية جسدها المعرض اللي أقيم بسوق الذهب وسط بيروت من عام 1964، تاريخ تأسيس جريدة الحياة على إيدين مروي، حتى عام 1966 سنة استشهاده، فتحولت بيروت من زمن لآخر ومن حال لحال. الإعلام على إيد كامل مروي، الإعلام المطبوع، شهد قفزة، منها اللينوتيب الحرف اللي عمله، منها أنا بذكر وضع الصفحة الأولى ثلاث مانشيتات وقت واحد، كان جريمة عند الناس. أول من تجرأ عليها كان المروي، ثم أخذتها النهار. كثير مهم نحن نرجع نحيي ذكرى هالأشخاص اللي كان لهم دور بتاريخنا، وبعتقد اللي عم نعمل هاي لازم نشجعه تنعمل مع شخصيات أكثر موجودة فيها. معرض كثير حلو، هلا أنا أكيد بيكونوا بيت مروي يعني قراب لقلبي، بس جيت وتعلمت كثير عن الصحافة وعن العالم العربي، ورجل عبقري really. وإن شاء الله يا رب إنه الكل يجوا لحتى يقدروا يستفيدوا من، لأنه حقيقة خبرة كتير مهمة لكل لبنان، لكل تلميذ، للكبار والصغار، قليل لحتى ينعمل معارض الواحد يقرأ. كان الوداع ابتسامات مبللة تم بالدمع حينا وبالتذكار.